الأزمة التي مر بها العالم خلال 2020 شهدت تصريحات مهمة من شخصيات حول العالم، سياسية واقتصادية، من فنانين ومشاهير. من أبرز هذه التصريحات كانت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي كان له تصريح أثار الرعب بين المواطنين في 12 مارس، عندما قال: يجب أن أكون صريح معكم، العديد من العائلات ستفقد الأحباء قبل انقضاء أجلهم. أما في ألمانيا فقد كان هناك تصريح مهم للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي قالت في كلمة متلفزة للشعب في 18 مارس: فيروس كورونا يعتبر أكبر تحدي تواجهه ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. تصريح آخر مهم خلال هذا العام ومن المنطقة الأوروبية كان لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي توقعت أن تؤدي الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا إلى تحولات اقتصادية عميقة. وعلى هامش قمة مجموعة الـ20 قال الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن جائحة، إذن دعوني أعود إلى الصفحة التي سبقت، إذن قال الملك أن قال إن جائحة كورونا أثبتت أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات. ونختم مع مالئ الدنيا وشاغل الناس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أفاض في تغريداته ومؤتمراته الصحفية خلال هذا العام، وقال: الاقتصاد الأمريكي يرغب في النهوض بقوة في الفترة الحالية، ولكن يجب علينا في البداية أن نتخلص من الفيروس.